بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة الذكرى 47 لليوم الوطني للدولة الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهانيه وأطيب تمنياته له بوافر الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والرفعة والرقي في ظل قيادة سموه الحكيمة. مشيدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كل من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ضمنها سموه أطيب تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة الشقيقة متمنيا لسموهما موفور الصحة والسعادة وللشعب الإماراتي الشقيق دوام التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيات تهنئة مماثلة إلى أخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية.